انا شايف ان الورق بتاع حضرتك كله تمام، يعني كده ما اعتقدش ان هما هيعترضوا على القرض اللي انت طالبه. بس عايز اسالك سؤال، يعني حضرتك بتقول انك انت خليت المدام تبيع الصيغه بتاعتها واستلفت مبلغ من قرايبك او اصدقائك عشان تدفع نص ثمن العربيه والنص الثاني هيتقسط، ده غير طبعا التامين اللي لازم يتعمل على العربيه مدام بالتقسيط. حضرتك هتدفع ده كله ازاي؟ لا، ما هو انا عامل حسابي، انا لو اشتغلت 12 ساعه هيطلع لي مش اقل من 15000 جنيه في الشهر، يعني هقدر اسدد ديوني وادفع القسط والتامين والبنزين ويبقى لي كمان 5000 جنيه. بعد ما اخلص بقيه الاقساط العربيه هتبقى بتاعتي. سيبك انت من كل الكلام ده، قولي انا الورق ناقص له قد ايه عشان اخلص بقيه الاجراءات. سيبك من الاجراءات وقول لي ايه المشروع ده بالظبط. انا جامعكم النهارده عشان لازم نشوف حل في موضوع حماتي ده. طب هو انت موطي صوتك ليه؟ اصلا دنا مش هنا، دي عند كوافير. ايه ده بجد؟ طب ما تقولوا من الصبح. طب عايزين نشوف حل بقى يا جماعه. بصراحه بابا الموضوع بقى اوفر قوي، دنا بتتخانق مع اي حد تلاقيه في وشها لدرجه ان صوت المزيكا في اوضتي لو عيني سيكا بتيجي تتخانق معايا. وانا كمان طول النهار ذاكري 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 ذاكري، زي ما اكون مثلا مش ورايا اي حاجه في الحياه غير ان انا ذاكر. هو رغم ان فعلا صوت المزيكا في اوضتك بيبقى عالي جدا، وان انت يا هانم راميه طوبه المذاكره خالص، بس انا ما بقتش قادره على انتقاد ماما لينا في كل حاجه. ده ابدا نظافه البيت مش عاجباها، الاكل مش عاجبها، تربيتي للولاد مش معقول. ده غير موضوع سوسو اللي طالعه لنا فيه، وقفشه ما حدش يناديها غير بكلمه سوسو. ودي برضو حكايه سوسو، دي حكايه عجيبه. عشان كده يا جماعه احنا بقى متفقين ان احنا نطفش حماتي مش كده؟ ويبقى كلمه السر هي خلي بالك من سوسو. اهلا يا زيزو. ازيك يا ست انصاف، عامله ايه؟ الحمد لله. وبابا ما بيردش على الموبايل بتاعه ليه؟ ما هو من يوم ما رحته للوليه النحس دي وهو قاعد في اوضته يا قاعد في البلكونه وسرحان، ولا بياكل ولا بيشرب ومش طايق يكلم حد. وانت ما بتجيش تزوره يا زيزو. معلش انا ما بنامش ساعتين على بعض، اعمل لنا بس فنجانين قهوه وانا اخش اشوف ايه حكايته. حاضر. ماشي، شكرا. يا باب اخبارك ايه؟ عامل ايه يا باب؟ ها في ايه بقى؟ الراجل اخو ناديه رغم انه قليل الذوق الا انه بيقول الحقيقه. المفروض افضل في سريري استنى لما اموت. استنى ما تموت ايه يا بابا الكلام ده؟ وايه ده بابا؟ قول اللي في دماغي مش صح يا بابا. ولو صح يعني هيحصل ايه؟ كده كده مش فارقه يا بابا. الدكتور قال ان ادويه الاكتئاب دي بتتاخد فتره قليله يا بابا، لو اتاخدت على طول ده غلط. الدكتور ده ما يفهمش حاجه، وانا من ساعه ما قال لي ما بطلتش البرشام ده ولو للحظه. كويس بيه، انا باخده ببقى كويس. كنت ابتديت ابطل اول ما عرفت بدري، بس خلاص. بابا معلش يعني انا عايز اسالك سؤال بره الموضوع، انت كان امنيتك ايه اللي انت كتبتها في راس السنه؟ هتفرق ايه يعني؟ معلش يا بابا هتفرق معايا، بس كان امنيتك ايه اللي انت كتبتها؟ اني ابطل ادمان. قصدك تبطل الادمان بتاع ادويه الاكتئاب؟ مالك بتسال وانت فرحان قوي كده ليه؟ لا الحمد لله الحمد لله. لا لا كله تمام يا بابا، ده موضوع كده في دماغي. بقول لك ايه بقى يا عم عليوة، انت هتقوم دلوقتي هتلبس هدومك وهتيجي معايا نروح. عارف فين بقى؟ عارف الراجل بتاع الحمام بتاع شارع الجمهوريه اللي انت عرفتني عليه ده؟ بيعمل بقى اللي هو ايه، الشوربه الاول تنزل لك سخنه كده، وبعدين ينزل لك الحمام ومعاه سجق من اللي هو الطويل ده اللي عامله على الفحم، مش السجق العادي اللي على الفحم، مع السلطه. انزل لك طحينه وملبس بقى. يلا. خير يا ميس ناديه، انت كويسه؟ الحمد لله. اتفضلي. خضتيني عليكي قوي، اول مره تاخدي اجازه من المدرسه. استخسرين فيها الاجازه كمان؟ لا والله مش قصدي، بس كل الاساتذه بيسالوا عليكي. هو عامل ايه؟ حالته وحشه قوي، اول مره اشوف عمي حالته كده. عشان هو اللي استسلم بسرعه. كان يسالني كنت هقوله طز في وجدي، انا اللي هتجوز مش هو. حلو قوي، طب ما تيجي بقى معايا وتقولي له الكلام ده بنفسك. اقول له ايه؟ طز في وجدي. سوري، قصدي طز في استاذ وجدي. على فكره انت عندك حق، الانسان يعيش مره واحده في حياته بس،
طوزين في وجدي، مش طوز واحده بس. طوزين في وجدي. انه برج العرب. ايه يا عبد العزيز، غيرت القناه ليه؟ الفيلم ده هيعجبك قوي يا حمادي. لا رجع القناة التانية، أنا كنت متابعة البرنامج ده. يا ده فيلم فظيع، أنا شفته كذا مرة، عارفة لو شفته 100 مرة ما بزهقش منه. وأنا مالي، رجع لي القناة اللي كنت بشوفها. بصي ده فيلم يعني برغم إنه حيوانات وكده بس فيه عظة، يعني ده أسد ومع مراته ومع ولاده. شايفة اللي ورا دي بقى؟ أدي حماته. بس فيه بقى سيد قشطة هيدخل دلوقتي هيقعد عليها هيبططها. يوه أنا سايبة لك الصالة بالتلفزيون وداخلة أتفرج على القناة اللي على مزاجي جوه في الأوضة. يلا. طب استني بس يا حماتي، استني اهو اهو سيد قشطة وصل اهو اهو اهو. ها جميلة، ايه الاخبار؟ تمام، رحت لها وخليتها تكلمه من موبايلي وزمانهم قاعدين مع بعض دلوقتي. ميرسي قوي يا جميلة، مش عارف اقول لك ايه، بس بجد يعني بابا كان حالته تصعب على اي حد يعني، وادينا يا ست عرفنا امنية من الامنيات. ايوه عقبال الباقي. المهم عملت انت ايه مع ماما؟ لا كله تمام، انا والولاد شغالين على تطفيشها 100 100. بس حاسه بالذنب ناحيتها. ذنب ايه؟ اهي جاي 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 جاي. انت جيتي يا جميله؟ ما لسه بدري. امال هتعملي الغدا امتى ان شاء الله؟ ولا هتبعتي تجيبي الدليفري زي كل يوم؟ هو انتوا يا بنتي بتلاقوا الفلوس في الشارع؟ يا ماما اكيد هعمل الغدا، بس استني عليكي. بلا ماما بلا زفت، انتوا الاثنين ابرد من بعض، جاتكم القرف. لسه حاسه بالذنب؟ حاسه ان انا تعال افرجك على سيد قشطه. تعال تعال. مالك صوتك في التليفون ما ريحنيش؟ ده انت زعلان بقى. انا عايزه اقول لك حاجه، الكلام اللي قالوه لك وجدي يا اخويا ده انا ماليش علاقه بيه خالص، ده رايه هو. انا حاولت اكلمك كذا مره انت ما كنتش بترد عليا، ولما جيت لك الاسماء انصاف دي قابلتني وما رضيتش تخليني اشوفك، يعني لولا جميله ما كنتش عرفت اوصل لك اصلا. طب رد عليا، قول لي حاجه، حتى قولي اللي بقوله ده غلط. كلامك كله غلط. غلط في ايه ان شاء الله بقى؟ انا حطيت نفسي مكان اخوكي، لو انا عندي اخت وجيت اقدم لها واحد في السن ده اكيد هيجي طمعان. بس انت مش طمعان، انت بتحبني مش كده؟ مين قالك؟ انت تعرفي ايه عني؟ مش يمكن بكذب عليكي؟ انت نسيتي ولا ايه؟ أنا يوم ما اتعرفت عليكي كذبت عليكي، قلتلك لوا وكفيف وانتي صدقتيني عشان ست طيبة، اللي خليكي تضمني اني ما اكذبش عليكي مرة تانية. تعرف معنى اللي انت بتقوله ده ايه؟ كل اللي اعرفه ان اخوكي كان عنده حق. روحي، ربنا يوفقك ويرزقك بابن الحلال اللي يسعدك ويقدرك. السلام. الله 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 الله، ستر يا رب. عبد العزيز انت بتعمل ايه؟ عبد العزيز في ايه؟ زي ما انت شايفه كده حماتي، بلم بقى العفش بتاع الشقه كله. ايوه انا شايفه. ليه؟ قصدي ليه؟ انا مفيش يعني، هندهن الشقه يعني، محتاجه وش نظافه. الواد ربيع هيجي بقى يديها وش نظافه كده هتبقى زي الفل. شقه زي الفل، انا شايفاها زي الفل. وبعدين ربيع ده مش بتاع الامن؟ اصله بيسترزق يعني او حاجه جنب شغلته يعني، ما يجراش حاجه يزود دخله. ساعديني بس يا حماتي. حاضر حاضر يا عبد العزيز. يا غلبك يا سكينه. انا جيت اهو، جيت وجبت العده معايا. العده اللي انت جايبها دي جايب الوان خشب يا غبي. فول ماستر؟ صح، فول ماستر. فول ماستر ايه؟ هتدهن الشقه بريشه. يلا يلا عده يلا. وده ايه دي؟ هنرفع المقاسات. مقاسات ايه؟ ولا تعالى، انت ما تعملش اي حاجه غير اللي انا حفظتهولك. ها يا رب يا ساتر يا اهل البيت.
ايه في ايه؟ عملت ايه؟ تمام. ها ايه الاخبار يا ربيع؟ يعني الشقه تاخد منك وقت قد ايه؟ وتاخد ليه يا استاذ زيزو؟ هي حلوه وجميله، هي بس فيها شويه عنكبوت يعني. يلا نحن اتفقنا عليها. تاخد وقت قد ايه؟ ساعتين. ايه؟ يومين. شهرين. اسبوعين. يلا اسبوعين. من وجع خبرتي كده يا استاذ زيزو هي ممكن يعني تنتهي في اسبوعين. اسبوعين؟ الدنيا هتفضل متشقلبة كده لمدة اسبوعين؟ مش مهم يا حماتي تاخد اسبوعين، المهم تبقى زي الفل، افرضي جالنا ضيوف في اي وقت ولا حاجة. روح انت هات بقى العدة وتعالى يلا ابتدي دلوقتي على طول النهاردة الدهانات. ها؟ حالا؟ ايوه. في الماستر الوان. دهانات. ها؟ هات الدهانات وتعالى. حاضر. عبد العزيز والدنيا متلخبطة كده والصالة متشقلطة كده، انت هتنام فين؟ لا مفيش، انا وجميلة هننام عادي جدا في اوضتنا يعني حماتي. اه انتوا هتناموا في اوضتكم، انا بقى هنام فين؟ متهيألي يا حماتي انت تنامي مع ياسمين، لان لو نمتي مع كريم مش هتعرفي تنامي خالص، ده طول الوقت بقى ما يعرفش يذاكر غير على المزيكا وبتاع دوشه. بوبي هو انا ممكن انام عندكم؟ اصلا انا رشيت مبيد الحشرات والتعليمات تقول ان انا ما ينفعش اخش الاوضه لمده يومين. الله الله يا ما شاء الله، هي رشرشت الاوضه يومين وانت شقلطت الصاله شهرين واسبوعين، امال انت هتنام ازاي بقى وانا هنام فين ان شاء الله؟ انام عند الجيران ولا في الشارع؟ انا فين عند ايه؟ انام في الشارع يعني ايه؟ ايه ده؟ تعملوا بسوسو حبيبتي انا كده؟ سوسو دي؟ سوسو دي بنت ناس؟ ازاي تبقى مطوعه معاكم بالشكل ده؟ خير يا جماعه، ايه زي ده؟ انا لا اسمع ابدا ان حد يمس سوسو حبيبتي طول ما انا عايش على وش الدنيا. يلا حبيبتي يلا يلا لمي نفسك كده ولمي هدومك وتعالي يلا. هو انت مالكش بيت ولا ايه؟ لا مالكش بيت؟ لا ليه يا عبدو؟ ما تقعديش مع اليسوى واللي ما يسواشي. عندك حق يا عبدو، عندك حق. انا بيتي اولى بيا بدل البهدله والمرمطه اللي انا فيها. يلا حبيبتي حالا حالا يا جاي يا عبدو. تقعدي مع الاشكال القذره دي ابدا. دخلت دخلت خلاص. ايه ايه الاوفر اللي انت فيه ده يا عم؟ معلش اصلا اندمجت حبتين، انا متشكر ليكوا قوي قوي يا جماعه على اللي انتوا عملتوه ده. والله يا بابا ده احنا اللي مش عارفين نشكرك ازاي. ربنا يخليكوا ليا يا رب. اهم حاجه بقى يا حمايه خلي بالك من حماتي كويس، لان الست دي لا ترد ولا تستبدل. ها يلا يلا يا عبدو. يلا يا حبيبتي يلا يلا يلا. بس اسمع يا عبدو انا جايه معاك، بس انا ليا شروط. انت كل شروطك مجابه يا روح قلبي، حد يقول غير كده؟ تعالي تعالي، دي اشكال قذره، المفروض ان انت ما تعيشيش معاهم ابدا. يلا ولا دقيقه يا عم. اخيرا ما حدش هيقول لي الغدا هيجهز امتى. بمناسبه الغدا صحيح هيجهز امتى؟ يا ربي خد ده حسام. يا حسام ايه الاخبار؟ بجد لقيتوها؟ طيب طيب انا جاي لك حالا. سلام سلام سلام. ايه دي اللي لقوها يا عبد العزيز؟ في ايه يا زيزو؟ في ايه؟ ايه اخبار بقى وضعنا المادي؟ الحمد لله زي الزفت، بقى لي شهر دلوقتي بصرف من القسط بتاع المدرسه. ايه انت لسه ما حطيتوش في حساب المدرسه؟ يا ست القسط بتاع المدرسه هيدفع هيدفع حتى لو بغرامه، المشكله الاساسيه في الاكل والشرب يا جميله. بقول لك ايه، سيبك بقى من الهري ده، ان شاء الله ربنا هيحلها من عنده يا رب. تعالى بقى اقعد جنبي واحكي لي، وحشتك ولا لا؟ وعملت ايه اليومين اللي فاتوا دول من غيري؟ كانوا زي الفل. نعم كانوا زي الزفت يومين، يعني الحمد لله عدوا الحمد لله. يعني وحشتك يا زيزو. انت لازقه فيا كده ليه؟ مش عارفه اتنفس. يا سلام، تصدق ان انا الحق عليا؟ طب قوم نام بقى وتنفس. ناديه انا اخوك الوحيد، وصراحة حاسس بالذنب من ناحيتك ومش عاجباني قعدتك لوحدك دي. انا كنت عايزه اتكلم معاك في الموضوع ده، انت اكيد بتقرا افكاري. طب يا ستي عاوز اقول لك حاجه، بس ان الواحد فينا لما بيقعد لوحده كده ومحدش معاه بيبقى متضايق، يعني بيبقى محتاج لما حتى يعيا حد يقول له حاجه، يقول له كلمتين حلوين لما الدنيا ضيق عليه. بصراحه انت اثرت عليا نص المسافه، ولا اقول لك المسافه كلها بكلامك ده. طب بصي بقى يا ستي، انت هتيجي تقعدي عندي في البيت معززه مكرمه. اقعد عندك في البيت ليه؟ عشان تتونسي بيا بالولاد. والشقه دي ايه؟ هقفلها؟ لا 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 لا، تقفليها ايه؟ الشقه دي بقى يا ستي تبيعيها، وبفلوسها
انا مفكر لك في حته دي المشروع هايل جدا، وانا اللي همسك لك المشروع دوت بنفسي. ها قلت ايه؟ انا مش هسيب بيتي يا وجدي. وليه بقى قصرت عليا نص المسافه وثلاث ارباع المسافه؟ في واحد عايز يتقدم لي. قلت لي بقى، والواحد ده ان شاء الله يبقى مين يعني العريس ده؟ راجل محترم جدا وكل ذوق. طب لو رفضت اني اقابله؟ ولا حاجه خالص، انا مش صغيره عشان اقابله لوحدي، انا قلت بس اعمل بالاصول، مش طالبه منك غير ان انت تقابله، وانت مالكش اي صلاحيه في انك توافق او ترفض. بتعملي الاصول تمام ماشي وهو كذلك. برضه انا مش فاهم يعني يا عمي ايه اللي مطلوب مننا بالظبط. انا عاوز سكينه ترجع البيت دلوقتي حالا. ما احنا كلنا اتكلمنا معاها وهي مصره برضه ما ترجعش. طب ما انت كنت مصره ما ترجعيش واديك رجعتي. لا معلش، لا لا لا، جميله دماغها ناشفه بس مش زي حماتي. حماتي السورس بتاع نشفان الدماغ. انا مستعد اعمل اي حاجه عشان سكينه ترجع. يا حبيبي يا بابا. طب يعني يا عمي اوعدك ان شاء الله ان احنا هنحاول معاها تاني، احنا نجري بقى نلحق بابا. ماشي يلا. لا لا إيه؟ جميلة مش هترجع معاك البيت. يعني ايه مش هترجع البيت؟ ما هي كده بقى، سلمني سكينة اسلمك جميلة. ايه يا عمي، هي اتفاقية تبادل اسرى، الست مش عايزة ترجع نعمل لها ايه؟ هو بصراحة بكرة عيد ميلاد سكينة ولازم ترجع البيت. صحيح، ده بكرة 29 فبراير، انا نسيت خالص. 29 فبراير، يوم بيجي كل اربع سنين. انا من الاول شاكك ان حماتي مواليد سنة كبيسة. طب بقول لكم ايه، انا عندي فكره. وانت عارف يا زيزو يا ابني ان من ساعه المرحومه الله يرحمها امك وانا رفضت الجواز كنت عايز اربيك بدون مرات اب. بابا يعني بعيدا عن المقدمه يا بابا، انا لسه جايه اصلي من قعده زي دي مع حمايه، فيا ريت تدخل في الموضوع على طول، خصوصا كمان يعني جميله عندها شغل الصبح. ما انت كمان يا زيزو عندك شغل الصبح. كلنا عندنا شغل الصبح. عبد العزيز انا هتجوز. بجد والله يا عمي الف مبروك. مبروك ايه؟ تتجوز ايه يا بابا؟ انت كبرت في السن. ايه يا عبد العزيز الكلام ده؟ هو جوز لي سن؟ سيبيه يا جميله، ده ابني وانا عارفه كويس، يطلع يطلع وينزل على ما فيش. اعمل حسابك بكره بعد الظهر هنروح نقابل اخوها ويهمني تكون معايا. يا بابا طيب نتناقش الاول. نتناقش لما يبقى موضوع يخصك. صح عمي عنده حق، أنا مبسوطة جدا ومتحمسة جدا للجوازة دي. لا هتتبصي أكتر وتتحمسي أكتر لما تعرفي مين العروس. بابا اوعى تكون كماليا. لا كيمي دي كانت نزوة. أنا هتجوز مس نادية مديرة المدرسة. مين؟ معقولة بعد العمر ده كله بابا هيتجوز؟ مش قادرة أصدق إن مس نادية تتجوز عمي. يعني دي مطلعه عيني وهي مديرتي في المدرسه، ما بالك بقى لما تبقى حماتي. شوف انا بتكلم في ايه وانت بتتكلمي في ايه يا جميله. عشان انت مش حاطط نفسك مكاني، الجوازه دي لو باظت ممكن الست دي تحطني في دماغها، ولو كملت ممكن كل ما يتخانقوا تطلع عيني انا والعيال. بالنسبه للولاد صحيح هنقول لهم ايه؟ صحيح، العيال لو عرفوا ممكن يفضحوا الست دي على الفيسبوك. العيال انا هتصرف معاهم، المهم نلاقي حل في المشكله دي. هنخلص من المشكله دي ازاي اذا كان المفروض بكره تروحوا تقابلوا اخوها وانت نازل من عنده ومتفق معاه ان انت هتعدي عليه بكره؟ يعني انا كنت اقول له ايه بس يا جميله؟ الراجل طاير من الفرحه وعمال يغني ابتديت دلوقتي بس احب عمري، او مدهاله في وشه واقول له فات الميعاد. زيزو حبيبي، هو انا بعد الشر بعد الشر لو حصل لي حاجه ممكن تتجوز واحده تانية غيري؟ معقوله يعني اللي بيدبس مره يدبس نفسه مره تانية؟ بابا هو بس اللي نفسه حلوه. ايه ده، يعني انا تدبيسه يا زيزو؟ أحلى تدبيسة في الدنيا. يا سلام. عارف يا زيزو، أنا حاسة إن اللي إحنا فيه ده إن شاء الله هيعدي على خير ونرجع زي الأول وأحسن. يا رب، ربنا يستر. بس حاول تلاقي طريقة بقى تعرف بيها ياسمين، عشان دي كانت معشمة نفسها تطلع رحلة روما مع صحباتها، وأنت وعدتها بكده السنة اللي فاتت. أنا مش قلقان بقى في الدنيا قد ياسمين دي. طب نام وربنا يسهل إن شاء الله بكرة الصبح. وبعدين رومة إيه اللي تطلعها؟ أنا مش فاهم، ده احنا الواحد لما كان بابا مثلا بيقول لنا إن احنا هنطلع راس البر كنت أسبوع ما بنامش. ما نسكيش تطلع راس البر؟ نام يا عبد العزيز. طب جمصة تصبح على خير. صباح الخير يا فندم. أقعد يا أستاذ عبد العزيز. والله يا فندم مش عارف أشكر حضرتك إزاي يعني على الكلام الجميل اللي حضرتك قلته قدام مجلس الإدارة. ده بيحمل الواحد مسؤولية إن هو طبعًا يعني ما يكون الواحد فيه ثق يعني
في حاجه مضايقه حضرتك من كلامي ولا ايه؟ خالص، كلامك ما فيهوش اي حاجه تضايق، بس كدبك هو اللي هيخليني اضطر اني استغنى عن خدماتك. كدبي بمعنى ايه يا فندم؟ انا اسف. الشؤون القانونيه بعتت لي مذكره ان شهاده الخبره بتاعتك دي مزوره، ورجعتها لهم تاني وخاطبوا البنك تاني، والبنك اكد انه ما اصدرش حاجه زي دي، وده لانك كموظف محروم من جميع امتيازاتك السابقه. وطبعا انت مش محتاج اني اقول لك السبب اللي مشيت بيه من البنك. حضرتك يعني معلش انا اسف بس انا ما اعرفش ان الشهاده دي مزوره حضرتك. والله ده مش شغلي بقى. شوف حضرتك مين اللي اداها لك وروح قول له الكلام ده. حضرتك اكيد اللي الدهاني ده يعني الدهاني بحسن نيه، وبعيدا حضرتك عن شهاده الخبره، حضرتك كنت اشدت بشغلي وقلت قد ايه ان انا بفيد الشركه وبفيد وقت الشركه، وعلشان كده انا اكتفيت بانهاء خدمتك وما رضيتش اني اوصل الموضوع للنيابه بتهمه التزوير. لخرب بيتك يا شريف، لخرب بيتك يا شريف. خش. كيمو عايزه اتكلم معاك في موضوع. كيمو وعايزه اتكلم معاك في موضوع؟ ربنا يستر، عملت ايه على الصبح؟ ولد انت طبعا عرفت موضوع باباك بتاع البنك. بنك؟ بنك ايه؟ بقول لك عرفت ان هو اتفصل خلاص. بابا اتفصل من البنك؟ ما تمثلش بقى يا كريم، هو قال لي ان انت عرفت. لا انت شكلك كده كنت داخله تعملي حوار عشان تجرجريني في الكلام. طيب خلاص اوكي مش طب خدي طيب في رايحه فين؟ بهزر معاكي. موضوع ايه؟ عايزاك في موضوع بس يبقى سر ما بيننا. اقعد. سر ايه؟ ما انت كل مره تقولي لي سر وانا ما بطلعش السر، وانت اللي بتطلعي تسيحي انت وبابا. لا المره دي سر ما بيننا احنا الاثنين، ما يطلعش لاي حد، لا بابا ولا ياسمين ولا اي حد. ماما هو في ايه؟ انا بدات اقلق. بص انا الفتره دي لازم احسن دخلي شويه لحد ما باباك يقف على رجليه تاني. تحسني دخلك ازاي؟ هعمل حاجه انت ما كنتش موافق عليها، هدي دروس خصوصيه. مين قال لك ان انا ما كنتش موافق؟ يعني انت موافق؟ اه طبعا موافق، بس مش دروس في البيت والكلام الفاكسان ده. امال ايه؟ بصي انت تسيبي لي نفسي خالص وانا هظبطك في حوار مش هيخليك تحسيني داخلك، لا ده هينقلك نقله السنين والتنين. ده حوار ايه ده؟ سنتر دروس هتروحي تدرسي فيه انت وزمايلك المدرسين كل التخصصات، اي جي ثانوي امريكان، وتسيبي لنا بقى حوار ايجار السنتر والاعلانات والدعايه والحبشتكنات دي كلها. كل اللي عليك ان انت تدخلي تدرسي وانا لم النقطه. نقطه يا واطي؟ ده اللي ركزت فيه. أنا بهزر معاكي، هاي جد وجداني عشان أعمل ألوهات ولا هتصغريني؟ إعمل ألوهات، ربنا يستر. طلعت والله، كريم كريم ساعدني يا ابني أجيب حاجة يا ابني، كريم والله، يا بيه ساعدني أجيب أكل العيال، العيال جعانين يا بيه. خد يا حاج. الله يبارك فيك وفي ولادك يا بيه، الله يسترك. يبقى حد فينا قدر يأكل عياله، ده عايز إيه ده كمان؟ أشريف عايز ايه؟ يعني انا الحق عليا ان انا عايز اخدمك؟ يا ابني تخدمني ايه وتهبب ايه؟ انت كنت هتوديني في 60 داهية. انا عايز اعوضك على اللي انا عملته فيك وجايب لك شغلانة تانية. انت جايب لي شغلانة؟ يا ابني انت مفيش حاجة بتيجي من ورا وشك عدلة ابدا يا ابني. طب اصبر بس اصبر، انت كل مرة تكسفني كل مرة. اخلص ايه؟ عندي واحد صاحبي عنده معرض عربيات، لسه مقابله دلوقتي حالا، حكيت له عنك وعن ظروفك وهو عايز يقابلك. يا شريف يا ابني معرض عربيات ايه يا ابني؟ معرض عربيات ايه؟ شغلانه مش مضمونه ومرتبها قليل، بس فيها عموله حلوه والله. انا عارف ان فيها عموله بس مش هينفع. ماشي يا شريف سيبني بس شويه كده، هو لو ما جاتليش شغلانه هكلمك تكلم صاحبك بتاع المعرض ده يشغلني. ماشي يا شريف، سلام سلام. شريف نسيت بس اقول لك حاجه، الله يخرب بيتك يا شريف. شكرا يا مستر، شكرا.